أنا الفيديو خلصت، بس عندي أبو عايشة. سهلاً، أنا بالغالي تك العافية. أول شيء مشكور، ما قصرت. لا أنا بانطباع، خليك من مشكور. هذا أول شيء. شنو؟ شو تحس؟ كاميرا متكاملة، فريمات سريعة، ريزولوشن عالي مو طبيعي، السينك سبيد مع الفلاشات، كل شيء ممتاز. حلو، بيرفكت. زين، يعني كلامي صح فيما يخص موضوع A7S و A9 و AR بكاميرا واحدة؟ صح. اوكي، كلهم 3 and 1 3 and 1. اي نعم. هذا نسكافيه. اي نعم. ما يصير تقول شو اسمه. آه. ما يصير. سوني A1 الكاميرا المنتظرة للكل ينتظرها، وهي تعتبر الكاميرا الفلاج شيب بين كاميرات سوني اللي اساسا نازله، لانها تشمل اكثر من مجال. يعني باختصار هي مثل ما قال ابو عايشه 3 ان 1. شلون 3 ان 1؟ مو نسكافيه، ما قاعد اسوي حق نسكافيه، بس انا القصد انه فيها ثلاث كاميرات في كاميرا واحده، الا وهي A7S A7R وكذلك A9 مارك 2. طبعا انت قاعد تتكلم عن ثلاث كاميرات في بادي واحد مع مواصفات زياده. اذا نتكلم من ناحيه الفيديو، صراحه إن انا استخدمتها جميله جدا، فيها جميع المواصفات اللي انا حصلها اساسا في A7S مارك 3، بالاضافه الى ان وجود ال 8K، يمكن اول كاميرا ميرلس من الفا بالذات من سوني تكون بخاصيه ال 8K. طبعا ال 8K ادري انه مو الكل يستخدمه، بس صراحه صار في عندي فضول. يعني مثل ما انتم قاعد تشوفون هذه اللقطه اللي قبل شوي خذيتها، صورت بال 8K وصراحه كنت متوقع انه راح يكون باقي بالميموري هالكثر، لكن الكومبريشن جدا ممتاز في هذه الكاميرا، بس باقي ان نشيك على الورك فلو الخاص في هذا الفوتج. هل اموره تمام؟ هل راح ياذينا؟ هل راح نقدر نسوي اديت؟ يعني مثل الكاميرات اللي قبل من الشركات الثانيه اضطريت ان انا استخدم بروكسي عشان اسوي اديت حق هذا الفوتج. فلذلك متامل خير في هذه الكاميرا، كوني مستخدم لكاميرا ال A7S مارك 3، اتوقع ان هي لا تقل شان عنها. طبعا 50 ميجا بكسل قاعد نتكلم فوتوغرافي راح تعيش، فانت عندك A7R معاها، فعندي فوتو عندي فيديو، وعندي كذلك ال A9 مارك 2 اللي هي تعتبر فيها ميزة جدا عالية، ألا وهي تصوير السبورت. بالثانية تصور 30 فريم بير سكند، وبالتالي اليوم بالتصوير اللي انتم راح تشوفونه استخدمنا شيء في اكشن، ألا وهو رياضة او يمكن جواري بي ام اكس، ما ادري بي ام اكس. المهم انه حاولنا كثر ما نقدر ان نستخدم هذه الخاصية ونصور اكشن بوجود الشمس، فانت راح تصعد بالشتر عالي، تبي تسوي بفرنج وغيره، ف صراحة تفوز. اليوم حاولت اني اشمل السبيد ك 30 فريمز بهالكاميرا هذه، ميزه. بالثانيه بيكسل عالي 50 ميجا بيكسل في وان شوت، فحاولت ان نحاول ان نصور سبورتس ونفس الوقت بيوتي عشان اشوف انا الكواليتي. بس اليوم انا قاعد اشوف من الاوت اوف كاميرا كل شيء مضبوط 100%، الالوان، السماء، السكين تون، كله اختلف عندي من ناحيه بالذات بهالكاميرا هذه. الـ A1 أنصح فيها حق جميع أنواع التصوير، السبورت، الفاشن، الكوميرشل، حتى الفيديو. الأوبشنز اللي فيها وايد عالية، فهي الفلاجشيب مال سوني، وسعرها طبعاً منافس مع الأسعار الثانية الكاميرات الفلاجشيب. كاميرا ممتازة من جميع النواحي. وبكذي خلصنا، مشكورين اي بي وورد وكذلك سوني بدليس علي تحتكم الفرصة لنا أن احنا نجرب هذه الكاميرا، وأشكر بالأخص حبيبي أبو عايشة فيصل بشر المصور المخضرم اللي اتاح لي الفرصة ان انا اكون من ضمن هذا الريفيو واجرب هذه الكاميرا باللقطات اللي انتم شفتوها. اتمنى ان انال على اعجابكم هذا الريفيو، وان شاء الله اذا عندك اي تساؤل او مقرر انك تبي تاخذ الـ A1 لا يردك الا لسانك من خلال الدايركت او كذلك بالكومنتات اسألني، وان شاء الله راح اجاوبك.